الكوكب. انا كويسه، ازيك انت يا فليكس؟ انا كويس يا تيتا. ايه تيتا كوكا؟ ايه يا حبيبي، في مشكله؟ هو ما فيش مشكله، بس الناس على السوشيال ميديا بتكلمني عايزه تعمل حاجات للاطفال، يعني حاجات يستفيدوا بيها. وهو يتفرجوا؟ طب انا جاتلي فكره. ايه؟ ما نحكي لهم حواديت. حواديت؟ ومع الحدوته هدف. مع الحدوته هدف؟ ايه رايك؟ حلوه الفكره دي. وكان بياكل من القمح. ايوه حلو كده، ما بتفهمي بقى.
عشان الناس القمح كتير قوي. والقمح عمال ينزل كتير كتير كتير. بعد كده عمال ياكل اكتر 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 لحد ما نزل كتير قمح 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 كتير قوي عليه. بعد كده فتح حفره كبيره فلاقي مين قدامه؟ لقى القطه وفتحه بقى وخلاص القطه اكلته. وبعد كده الفار الطماع دوت خلاص كده ما كسبش اي حاجه. ايوه ما رضاش بالقليل. على طول احنا لازم نرضى بالقليل عشان ربنا يدينا كتير. ما ينفعش نطمع يا بطوطه.